اهلا بيكم في قهوة النجوم. لو دي اول مرة تزور القناة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. اهلا بيكم في قهوة النجوم. ياسمين الخطيب تؤكد زواجها وخالد يوسف يحرجها وينكر زواجه منها. انتشرت صورة للمخرج خالد يوسف مع ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الكثير من الجدل والتكهنات. وفي أول رد لياسمين الخطيب على الصور المنتشرة قالت: منذ عدة أعوام أعلنت زواجي ولم أفصح عن هوية الزوج لاعتبارات لا تخص أحدا سوى عائلتي. فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان أو الملياردير الخليجي علان، وآلمني جدا ظن البعض أنني قد اقترن برجل لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مرارا أن الزواج عهد لا عقد، عهد شرطه الحب وليس عقد شرطه المهر. ولما ازدادت الشائعات رواجا اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا صحبتها أخرى على المستوى الشخصي. هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على فيسبوك. مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي كان فيه الكثير مما يمكن نشره، مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة غير نادمة عليها ولا معتزة بها. اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضاربا بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية بل والإنسانية. فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف خلال فترة زواجنا غير مبال بتبعات فعلته على الطرفين. فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط علي لتأكيد الأمر فنعم، كنت متزوجة من هذا الرجل وتداول صورتي برفقته لا يسيء إلي وإنما يسيء لناشريها. إلا أن البعض اعتبر رد خالد يوسف إحراج لياسمين الخطيب بعدما كتب على صفحته على فيسبوك وقال: تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وقد كنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله. فحملت كلمة إشاعات الكثير من علامات الاستفهام، وهو الأمر الذي جعل ياسمين الخطيب تقوم بنشر صور لهم لتؤكد علاقة زواجهم. ومن جانبه قام خالد يوسف بنشر بوست آخر كتب فيه: لم أتحدث ولم أنشر يوما ما يخص شؤوني الخاصة مطلقا، ولكني مدفوعا بالوفاء، لابد أن أعبر علانية عن امتناني لهذه السيدة التي أحببتها وتزوجتها ومنها رزقنا بطفلة، أدعو ربي أن يبارك فيها. أتحدث عن شاليمار شربتي، وسبب الامتنان أن هذه السيدة العظيمة ما إن تعرضت لمحنة أو تحدي أو أي أمر نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين وأكبر مساند، وكانت دائما لي الحبيبة والزوجة والصديقة والأخت بل والأم في أحيان، ولم تمكن أي مكائد من النيل من علاقتنا الزوجية، أدامها الله لي ولابنتنا، وسأدافع عن صون هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل، وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب على كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها، ويصرون أن أدفع المزيد كل يوم.